مباشرة بدنا ننتقل احنا وياكم فضل. الى غرفة عمليات ادارة السير المركزية الملازم كفاح الهزيمة حتى ناخذ واقع الحركة المرورية. نعم. واخوي كفاح اول شيء صباح الخير. قبل ما ناخذ واقع الحركة المرورية اخوي كفاح، موضوع انسكاب مادة الديزل وهذا تسبب بوجود انزلاقات وايضا لاكثر من اصابة، اكثر من حادث عفوا. نتحدث ايضا عن هذا الموقع والتعامل ايضا، طريقة التعامل اذا سمحت اخوي كفاح. يعني تسببت في بعض الحوادث، 3 حوادث تقريبا، 4 حوادث، لكن حوادث اضرار ماديه الحمد لله، لكن تم التعامل مع الملحوظه بالكامل الان سيدي الشارع بالكامل من خلال الاجرب ومن خلال مجموعات الامانه. الان الحمد لله سيدي الوضع فوق الممتاز. كيس اللي مات الديزل بسبب احد التنكات، يعني هاي الملحوظه، وتم التعامل من خلال مجموعاتنا والساده الضباط بالموقع ومن خلال مجموعات الامانه ايضا الله يعطيهم العافيه، انتهت الملحوظه بالكامل. ايضا تعطينا بعجاله واقع الحركه المروريه وابرز المواقع اللي موجود فيها ازدحامات مروريه لغايه هذه اللحظه اخوي كفا. صباح الخير. ضباط الان الخائب الحمد لله الوضع جيد، يعني مختلف العاصمه. خلينا ننوه الان الحركه النشطه بشارع الاستقلال المسرب القادم من جهه اشارات عين غزال ايضا باتجاه اشارات الديوان منطقه البلد. حركه نشطه لكن الحمد لله الوضع جيد والعجل ماشي ما في اعاقات. الان شارع الاستقلال باتجاه الداخلي ايضا حركه نشطه. شارع الملك نور خلينا ننوه كان في مركبه انكسرت فيها الكفه ما بعد نفق المخابرات باتجاه الرابع، الحمد لله من خلال تواجد مجموعاتنا خلال 3 دقائق 4 دقائق تم التعامل مع المركبه وهي على يمين الشارع، يعني كان عملت بعض الحركة لكن الوضع جيد الآن والعجل ماشي والإشراف مجموعاتنا بالموقع. شارع الملك عليا ما بين الدوارين أيضا حركة بذكر المسرب القادم من جهة دوار المدينة المسيطر عليها ومجموعاتنا على مداخل الدوار إعطاء الإشارات التحذيرية وفصل بين المسارب حتى نسهل الحركة المرورية. شارع الشهيد المسرب القادم من جهة إشارات الردايدة باتجاه إشارات طابور مرور المشاغل حركة نشطة لكن الحمد لله الوضع جيد والعجل ماشي. شارع الجامعة نفس الملحوظة لكن المسرب التحويلة اللي عند الصحافة أيضا لوب جسر الجامعة في حركة كثافة خصوصا عند مستشفى الجامعة، لكن الحمد لله الوضع جيد رغم الكثافة لكن مجموعتنا العجل ماشي ما في اي اعاقات. شارع الملك عبد الله الثاني ولغايه دوار خلده من دوار صويلح لدوار خلده لغايه دوار المدينه الطبيه المدخل لقواس المدينه الطبيه في حركه كثيفه لكن مجموعاتنا متواجدين وعاملين على اجراء اللازم. باقي المواقع الحركه كما نوهت حركه نشطه لكن تواجد مجموعاتنا الان خلال فترات الساعه الصبح على التقاطعات والنقاط الرئيسيه، ان شاء الله نتمنى الجميع السلامه، لكن بنوه من خلال اذاعتنا ومن خلال قناة الأردن اليوم يعني الإخوان اللي بيشاهدون والإخوان اللي بيسمعون الابتعاد عن المخالفات الخطرة اللي هي مخالفات خطرة استخدام الهاتف النقال المسارب حتى يصلوا بأمن وسلام إن شاء الله. إذا نتمنى السلامة للجميع. أنا بدي أشكرك ملازم كفاح الهزيمة من غرفة عمليات إدارة السير ورافقة الجميع السلام. شكرا أخوي كفاح، بارك الله فيك سيدي. ومن عمليات إدارة السير إلى غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية حتى نأخذ أيضا واقع الحركة المرورية على طرقنا الخارجية. الملازم حمد شقيرات من غرفة العمليات صباح الخير. الله يعطيكم الفافية أخوي محمد وتحيات فخر واعتزاز أيضا. الله يعطيكم الفافية أخوي محمد وتحيات فخر واعتزاز أيضا لكل مرورية على طرقنا الخارجية إذا سمحت أخوي محمد. بشير أخي وصي بك، يعني بداية حركة سير صباحية نشطة وقوية كالمعتاد على معظم طرقنا الخارجية، يعني تحديدا الطرق الرئيسية من المحافظات باتجاه العاصمة الحبيبة عمان حركة سير طبيعية وانسيابية. جميع طرقنا وبحمد الله طرقنا الخارجية بحمد الله سالكة ولا وجود لأي عوائق تذكر، فقط يعني التحويلات على طريق الصحراء وما زال العمل جاري بها. نعم. أما بخصوص يعني أبرز الحوادث المرورية يتم التعامل معها خلال 24 ساعة، يعني بدي أذكر منها فقط انه يعني بالساعه الواحده من بعد ظهر يوم امس على طريق اربد عمان تحديدا ثغره عصفور باتجاه اربد وقع هناك انهيار لاحدى الاشجار مع مجموعه من الصخور على الشارع العام مما ادى الى اضرار باربع مركبات واغلاق للمسرب الايمن باتجاه اربد. نتج عن هذا الانهيار اصابه واحده خفيفه تم اجراء اللازم بالموقع ورفع جميع العوائق بالتعاون طبعا مع الاشغال والاختصاص. ايضا يعني بالساعه 3:30 مساء يوم امس بعد الجامعة الهاشمية تحديدا باتجاه الزرقاء وقع حادث تصادم ما بين 3 مركبات وللأسف الشديد يعني نتج عن الحادث حالة وفاة وإصابة متوسطة وكان هناك إعاقة لحركة السير.
نتمنى الرحمة للمتوفية وهي فتاة تبلغ من العمر 24 عام، والصبر والسلوان لذويها والشفاء العاجل للإصابة بإذن الله. أخي وصفي يعني بخصوص الحادث المذكور، إحدى المركبات يعني كانت تسير على المسرب القادم من الزرقاء باتجاه عمان، ونتيجة فقدان السيطرة وانحراف المركبة باتجاه المسرب المقابل مما أدى لصدم مركبتين. تم تعليل يعني سبب الحادث من قبل زملائنا بإدارة السير بتغيير المسرب بشكل مفاجئ للمركبة المذكورة. أيضا يعني بالساعة 12:30 صباحا من هذا اليوم أيضا على طريق العدسية نعوص صعودا باتجاه في قلاب تريلا شحن محمل بالرمال، ونتيجة يعني عطل ميكانيكي بالكوابح أدى إلى اشتعال إطارات بالتريلا، وعند وقوف السائق يعني لتفقده ومحاولة إطفاء الحريق انفجر إحدى الإطارات يعني بوجهه، ومما تسبب يعني بإصابته مباشرة. تم تحريك مجموعات ومجموعات الدفاع المدني للموقع، تم إسعاف الإصابة باتجاه مستشفى البشير، وتم السيطرة على الحريق وإخماده الحمد لله. يعني أخيرا أخي وصفي بيك من أرجو باستمرار من جميع إخواننا السائقين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام بقوانين السير على طرق الخارجية، مع أمنيتنا إن شاء الله بالسلامة للجميع. نتمنى السلامة للجميع. أنا بدي أشكرك زميلنا ملازم محمد شقيرات من غرفة عمليات إدارة السير. إذن لكل الزملاء والمشاهدين أيضا على قناة الأردن اليوم، خلينا نبتعد احنا وياكم عن الوقوف المفاجئ، نبتعد أيضا عن القيادة أو عفوا استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، استخدام وسائل السلامة العامة في المركبة الغماز أيضا لتحديد وجهة المركبة، بالإضافة إلى الوقوف الخاطئ واتخاذ مسرب خاطئ، وحتى نصل وإياكم إلى يوم وأيام خالية من الحوادث. نتمنى السلامة للجميع، وعودة مرة أخرى إلى الزملاء بقناة الأردن اليوم الزميلة كاتي مرة أخرى، الله يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية الزميل الرائد وصفي الدهني، ويعني دائما جهودكم مباركة ويعطيكم العافية دائما وأبدا. الله يعافيكم، ونتمنى السلامة للجميع. هذا كان أحبة المستمعين الأعزاء ربط فيما بين إذاعة الأمن العام وقناة الأردن اليوم. شكرا.